لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب القول المفيد وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وذكر في هذا الباب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ذكر 6 أدلة، 5 أدلة قرآنية ودليل من السنة. قال: وقول الله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال: وقول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال: وقول الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. قال: وقول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال: وقول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله. هذه الأدلة التي ذكرها كلها شواهد لهذا الباب، شواهد لهذا الباب، وكلها أدلة على هذه المسألة التي بوب بها. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح: قوله من الشرك، قال: من للطبعيد، فيدل على أن الشرك ليس مختصا بهذا الأمر، يعني هناك صور أخرى كثيرة يعني للشرك، وليس الشرك هو الاستغاثة فقط بغير الله أو دعاء غير الله فقط، فإن قوله من يدل على أن هناك صور أخرى غير ذلك. قال: والاستغاثة طلب الغوث، هو إزالة الشدة. الاستعانة سبق الباب السابق كان من الشرك الاستعانة بغير الله، هذا الباب الاستغاثة، من الشرك الاستغاثة بغير الله. سبق أن الاستعانة هي ماذا؟ هي الالتجاء والتحصن. أما الاستغاثة قال طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، وهيأتي تفصيل آخر إن شاء الله. قال: وكلام المؤلف رحمه الله ليس على إطلاقه، يعني ليس على إطلاقه يعني ماذا؟ ها؟ ليست كل استغاثة تكون شركا. نعم. قال: وكلام المؤلف رحمه الله ليس على إطلاقه، بل يقيد بما لا يقدر عليه المستغاث به، إما لكونه ميتا أو غائبا، يبقى يقيد بما لا يقدر عليه المستغاث به. إذن فإذا كان المستغاث به يقدر فلا يدخل في الشرك، وهذا نظير ما ذكرناه في ماذا؟ في الاستعاذة. وعليه تكون الاستغاثة كذلك على نوعين، نوع مشروع ونوع ممنوع، نفصل بعد الحديث. قال: بل يقيد بما لا يقدر عليه المستغاث به، إما لكونه ميتا ده لا يقدر، أو غائبا، أو يكون الشيء مما لا يقدر على إزالته إلا الله تعالى. فلو استغاث بميت ليدافع عنه، أو بغائب، أو بحي حاضر لينزل المطر، فهذا كله من الشرك،
ولو استغاث بحي حاضر فيما يقدر عليه كان جائزا. قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لا تعارض يعني بين هذه الآية وبين قول المصنف من الشرك أن يستغيث بغير الله، بل سيأتي معنا في الحديث اللي هو من أدلة الباب إنه لا يستغاث به، فلا تعارض. عندما يأتي الحديث نفصل أيضا إن شاء الله تعالى. قال: وإذا طلبت من أحد الغوث وهو قادر عليه فإنه يجب عليك تصحيحا لتوحيدك أن تعتقد أنه مجرد سبب، وده ضابط يعني. وإن قلنا أنه يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه عادة، إلا أنه ينبغي على المسلم، بل يجب على المسلم أن يعتقد أن هذه الاستغاثة هي ماذا؟ سبب شرعه الله سبحانه وتعالى لها، وإلا فالمخلوق لا يقدر على شيء وإنما هو سبب. قال: وأنه لا تأثير له بذاته في إزالة الشدة، لأنك ربما تعتمد عليه وتنسى خالق السبب، وهذا قادح في كمال التوحيد. يبقى إذن على هذا نقول كما قلنا في الاستعاذة أن الاستغاثة على نوعين: مشروع وممنوع. والمشروع كذلك على قسمين، المشروع نفسه على قسمين. ها لا يعني ايه نوعين دول في المشروع دول؟ ايه القسمين دول؟ لا طيب عشان ما نضيعش وقت، المشروع قسمين. الاول وهو اعظمه الاستغاثة بالله عز وجل، والقسم الثاني في المشروع الاستغاثة بمن؟ بالمخلوق فيما يقدر عليه عادة. يبقى عندنا المشروع إيش؟ نوعين أو قسمين، الأول الاستغاثة بالله تعالى، الثاني الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه. والاستغاثة بالله تعالى واجبة ولا مستحبة ولا يعني ما 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 ها؟ بالفعل على حسب نوع المسألة وحال الإنسان ونحو ذلك، ولكن كل الاستغاثة بالله عز وجل هي تدخل ضمنا أو يعني عموما في الاستحباب. يعني أقصد بذلك أنه يجب على المسلم أن يستغيث بالله في كل ما يضره، أو يستحب للمسلم أن يستغيث بالله في كل ما يضره. هنجد أنه حسب المسألة، في مسألة ممكن يجب عليه ذلك، وفي مسألة يستحب له ذلك، والاستحباب درجة فوق الإيش؟ فوق فعل الواجب. يعني هذا إنسان فعل واجبا ثم بعد ذلك يفعل زائدا عليه، بمعنى أنه لو أن الإنسان استغاث بالله عز وجل فيما هو لا يجب عليه فهذا من كمال أو من زيادة الإيش؟ الإيمان، والله أعلم. النوع الممنوع هو ماذا في الاستغاثة؟ أن يستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، كالغائب والميت وكذا ونحو ذلك كما سبق. قال: قوله أو يدعو غيره، قال معطوف على قوله أن يستغيث، فيكون المعنى من الشرك أن يدعو غير الله، وذلك لأن الدعاء من العباد. معطوف على أن يستغيث، يعني باب من الشرك أن يستغيث بالله يستغيث بغير الله، وكذلك من الشرك أن يدعو غير الله. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى قال قوله عبادتي أي دعائي، فسمى الله الدعاء عبادة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. قال: والدعاء ينقسم إلى قسمين: واحد ما يقع عبادة وهذا صرفه لغير الله شرك، وهو المقرون بالرهبة والرغبة والحب والتضرع،
اثنان ما لا يقع عبادة، فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق، يبقى الدعاء نوعين، إذا كان من جنس العبادة يبقى لا يوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الدعاء ليس من جنس العبادة ونوعها فيجوز للمخلوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فأجيبوا. واحد بيدعو غيره، نعم. وقال: إذا دعاك فأجبه، وهو واحد بيدعو غيره، يبقى ده كله من الدعاء الإيش؟ المشروع، أنا أدعوك لطعام لشراب كذا نحو ذلك، هذا كله من الدعاء المشروع، أنا أطلب منك، الدعاء هو نوع طلب، فأنا أطلب منك، لكن هذا الطلب مشروع. نعم. قال: وعلى هذا فمراد المؤلف بقوله أو يدعو غيره دعاء العبادة أو دعاء المسألة فيما لا يمكن للمسؤول إجابته. سبق إحنا فصلنا مرارا دعاء العبادة ودعاء الإيش؟ المسألة. حد فاكر؟ ها؟ ما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ طيب ما احنا نزود شوية في الأولانية. دعاء العبادة، دعاء العبادة الأخ داود بيقول الثناء على الله، هذا نوع من دعاء العبادة، لكن دعاء العبادة يشمل كل الإش الأعمال الصالحة التي يتوجه بها العبد إلى ربه، هذا كله يدخل في نوع الإش دعاء العبادة. أما دعاء المسألة فيختص بحاجة الإش العبد، يختص بحاجة العبد فيما ينفعه أو في دفع ما يضره. نعم. قوله أن يستغيث، قال أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر، يعني أنا يعني هختصر في الحقيقة التعليقات اللغوية لأنه الباب طويل جدا، فهختصر التعليقات اللغوية ما أمكن. نعم. قال: وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب عدة آيات، قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب عدة آيات. قال: الآية الأولى قوله: ولا تدع من دون الله. قال: ظاهر سياق الآية أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. الآية الأولى من أدلة يعني الباب، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله. الآية الأولى قول الله تعالى في سورة يونس: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. قال: ظاهر سياق الآية أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وسواء كان خاصا به أو عاما له ولغيره، فإن بعض العلماء قال لا يصح أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. أذكر يعني كده المسألة وبعدين نقرأ، إن قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، في تفسيرين للآية، في تفسيرين في جزء معين في الآية، وهو الخطاب موجه لمن؟ هل هو للرسول صلى الله عليه وسلم أو هو للرسول صلى الله عليه وسلم لفظا وللأمة إيش معنى، فيكون للكل من بعد ذلك؟ الخلاف يسير جدا، وكلا التفسيرين معتبر عند أهل العلم. قال: ظاهر سياق الآية أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وسواء كان خاصا به أو عاما له ولغيره، فإن بعض العلماء قال لا يصح أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء قالوا لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يقع منه ذلك، إن ربنا يقول له: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت ونحو ذلك. والآية على تقدير قل، يعني بعض العلماء قالوا الآية على تقدير قل، يعني يا نبينا قل للناس هذا. قال: وهذا ضعيف جدا وإخراج للآيات عن سياقها، وإلا كثير من الآيات وردت بقل، فلماذا لم يقل سبحانه وتعالى هنا قل؟ إذن فالمعنى مقصود. نعم. قال: والصواب أنه إما خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم والحكم له ولغيره، وإما عام لكل من يصح خطابه ويدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. والتفسيرين في الحقيقة
لا تعارض كبير يعني بينهما، لأن التفسير الأول أنه خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم الحكم يكون له ولغيره، يعني لفظ الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن حكم المسألة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الناس. القول الثاني أنه عام لكل الناس وتقديره، يعني ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك أيها الإنسان عموما، ويدخل معها فيها النبي صلى الله عليه وسلم من باب أنه إنسان من الناس. قال ويدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكونه يوجه إليه مثل هذا الخطاب لا يقتضي أن يكون ممكنا منه. ويعني أن تفسير بعض العلماء أنه موجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، أنه ليس هذا معناه أنه هذا محتمل منه صلى الله عليه وسلم، أو ممكن يكون منه أنه هو يفعل هذا، إنما هذا من باب تنبيه الأدنى من باب الإيش الأعلى. لما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إياك تفعل هذا يا رسولنا، يبقى من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم إيش أولى بالتنبيه. نعم. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهل هذا ممكن من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأنبياء؟ قال فالخطاب له ولجميع الرسل، ولا يمكن أن يقع منه باعتبار كونه إنسانا وبشرا. قال إذن فالحكمة من النهي أن يكون غيره متأسيا به، فإن كان النهي موجها إلى من لا يمكن منه باعتبار حاله، فهو إلى من يمكن منه من باب أول، إلى من لا يمكن منه باعتبار حاله النبوة، مقام النبوة مش ممكن يحدث منه ذلك. فإذا كان يقال لمن هو ممنوع في حقه هذا أو غير ممكن في حقه هذا، إما من باب أولى غيره لا يظن بنفسه الخير ويقول لا أنا ممكن يقع مني. نعم. قال وقوله ولا تدعو من دون الله، قال الدعاء طلب ما ينفع أو طلب دفع ما يضر، وهو نوعان كما قال أهل العلم. الأول دعاء عبادة، قال وهو أن يكون قائما بأمر الله، لأن القائم بأمر الله كالمصلي والمزكي والصائم يريد بذلك الثواب والنجاة من العقاب، ففعله متضمن للدعاء بلسان الحال، وقد يصحب فعله هذا دعاء بلسان المقال. الثاني دعاء مسألة، وهو طلب ما ينفع أو طلب دفع ما يضره، فالأول لا يجوز صرفه لغير الله، والثاني فيه تفصيل سبق، يعني اتكلمنا في مسألة دعاء العبادة ودعاء المسألة دي كثيرا. نعم. قوله الإشارة دي الثاني فيه تفصيل، يعني من باب ماذا؟ إن دعاء المسألة طلب ما ينفع ودفع ما يضر، مش كده؟ ممكن أدعو غيري دعاء مسألة من المخلوقين؟ إن كان يقدر عليه، إن كان يقدر عليه. قال قوله من دون الله، قال أي سوى الله، قوله ما لا ينفعك ولا يضرك، قال أي ما لا يجلب لك النفع لو عبدته، ولا يضرك قيل لا يدفع عنك الضر، وقيل لو تركت عبادته لا يضرك، لأنه لا يستطيع الانتقام، وهو الظاهر من اللفظ. قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي لأنه لا ينفعك ولا يضرك، يعني لأن هذا الذي تدعو لا يملك ذلك. يعني قال وهذا القيد ليس شرطا بحيث يكون له مفهوم، فيكون لك أن تدعو من ينفعك ويضرك، بل هو لبيان الواقع. العبارة دي يقصد بها الشيخ العثيمين رحمة الله عليه إشارة إلى قاعدة أصولية، وهي الكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. هو بيشير لهذه القاعدة، يعني ماذا في هذه الآية؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني هل يجوز أدعو من ينفعني ويضرني؟ إذن الكلام خرج مخرج الإيش الغالب. لماذا؟ لأنه لا الغالب غير العموم، انتبه، خرج مخرج الغالب لماذا؟ لأن الغالب أن
من يدعى من دون الله لا ينفع ولا يضر. يعني لو اللي بيسألوا الحسين والبدوي وكذا وكذا، هل ينفعهم الحسين أو البدوي؟ ما ينفعهم. ولو سألوا حيا لا يقدر ما بما لا يقدر عليه إلا الله لا ينفعهم ولا يضرهم. لكن قد يسألون، ربما أحيانا قد يسألون ويحصل نفع ويحصل إيش؟ ضر، مش كده؟ ليس هذا معناه معنى الآية بقى إن تدعو اللي هو ممكن يحصل منه نفع وضر، وما تدعوش اللي هو إيش؟ اللي ما يحصلش منه نفع وضر. لا، المقصود لا تدعو من دون الله كل يعني دعاء سواء كان هينفع أو مش هينفع. لماذا؟ لأن هذا دعاء وعبادة لا يصرف إلا إلى الله عز وجل. طب هنا الكلام إنه ممكن ينفع أو يضر، ممكن، محتمل. زي الساحر مثلا، لو حد راح لساحر وقال له اعمل لي كذا بما ينفع، اعمل لي كذا بما يضر فلان الذي أصابني بمكروه، ممكن الساحر أحيانا يفعل ذلك؟ أحيانا يفعل ذلك، إن هو يفعل لك ما ظاهرا هو إيش؟ نفع، وظاهرا ما هو يعني نفع لك بأن يضر غيرك أو نحو ذلك. فهل هذا هو المعنى المقصود؟ ولذلك هو بيشير إلى ذلك، إنه لا يجوز دعاء غير الله تعالى مطلقا. وأما قوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، مش معناه إنه اللي بينفع ويضر يجوز إيه؟ أدعو. وهو يشير كما ذكرنا إلى القاعدة، الكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. توضيح كده قبل ما نقرأ الآيات الثاني، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل يجوز أن أكل الربا البسيط؟ طب ما الآية بتقول لا تأكلوا إلا الربا إلا أضعافا مضاعفة، ده هو ده المقصود؟ لأنه ده الغالب. الغالب كان عليه الناس في هذا الزمان أنهم يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. نعم. قال بل هو لبيان الواقع، لأن المدعو من دون الله لا يحصل منه نفع ولا ضرر. قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال ومن القيد الذي ليس بشرط بل هو لبيان الواقع، اللي هو معنى القاعدة دي، القيد الذي ليس بشرط، قيد ما مذكور في النص لكنه مش شرط. نعم. قال قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هل احنا بنعبد ربنا علشان فقط انه خلقنا او علشان خلق اللي قبلنا، ولا هذا امر واجب على العباد بغض النظر عن سبب من الاسباب المذكورة مثل هذا النص؟ نعم. قال فان قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم لبيان الواقع، اذ ليس هناك رب ثاني لم يخلقنا والذين من قبلنا. قال ومنه قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. قال فهذا بيان للواقع الأغلب. هو الشيخ طول مع المسألة دي، وهي فيها فائدة في الحقيقة مهمة، وهي أنه كثيرا ما يعني ربما بعض الجهلة الذين يخرجون في الفضائيات وغيره لا يفهمون هذه القواعد، يتكلمون بمثل هذا. فهذا الكلام عند أهل العلم له ضبط، وهو أن الكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، يعني مش المقصود بالقيد، مش المقصود بالقيد، لا مفهوم له، يعني يكون على إطلاقه. ومنه قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. طب ايه يعني؟ فحد يفسرها. تدخل في المنع ايضا، مش الربيبة التي تعيش معي في البيت فقط هي المحرمة علي، لانه ده ظاهر الآية، مش كده؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم. الحجر اللي هو بيتي انا، انا زوج امها، البنت اللي عايشه معايا بنت زوجتي دي اسمها ربيبه. فابن حزم وقع في هذا الخطا، وهو انه قال يجوز للرجل ان يتزوج الربيبه اذا كانت لا تعيش معه ولا يقوم على تربيتها. وهذا من يعني في الحقيقه يعني من مساوئ الظاهريه البحته. نعم.
ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: فهذا بيان الواقع، إذ دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إيانا كله لما يحيينا. يعني ماذا؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة بيدعينا ليها ما تحييناش؟ هذا كلام خرج مخرج الإيش؟ الغالب. نعم. قال: وكل قيد يراد به بيان الواقع فإنه كالتعليل للحكم. قال: فمثلا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال: أي اعبدوه لأنه خلقكم. وقوله تعالى مجرد تعليل فقط. نعم. قال: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: أي لأنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم. وكذلك قوله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي لأنه لا ينفعك ولا يضرك. فعلى هذا لا يكون هذا القيد شرطا. وهذه يسميها بعض الناس صفة كاشفة، صفة كاشفة لعلة الحكم فقط. المسألة دي يعني أمثلة كثيرة في القرآن وفي السنة. مثلا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد. طيب وهل يجوز لها تصوم نفل وزوجها حتى لو مش غير شاهد؟ لا بد من إذنه. زوجها شاهد يعني ماذا؟ حاضر معها، مش مسافر يعني. لا تصوم المرأة وزوجها شاهد. طب افرض الزوج وهو مسافر مثلا فقال لها: ما تصوميش وانا مسافر، انا مش عايزك تصومي وانا مسافر، لعلي اتي في اي وقت مثلا ونحو ذلك، خلاص يبقى له هذا الحق. نعم. انما هذا من باب الغالب، باب الغالب. نعم. قوله: فان فعلت فانك اذا من الظالمين. قال: اي دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ بيرجح القول لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن شرطية، وجواب الشرط جملة، فإنك إذن، وإذن أي حال، أي حال فعلك من الظالمين. وهو قيد، لأن إذن للظرف الحاضر، أي فإنك حال فعله من الظالمين، لكن قد تتوب منه فيزول عنك وصف الظلم، فالإنسان قبل الفعل ليس بظالم، وبعد التوبة ليس بظالم، لكن حين فعل المعصية يكون ظالما، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني حال الفعل هو الذي يكون فيه ظلم، في والعياذ بالله خروج عن صفة الإيمان الكاملة. قال: فنفي الإيمان، فنفى الإيمان عنه حال الفعل. والمنفي هنا طبعا الإيمان الإيش؟ الكامل، أو الإيمان الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. نعم. وليس هذا معناه نفي الإيمان مطلقا. نعم. قال: ونوع الظلم هنا ظلم شرك. ونفي والله إحنا مسائل بتاعت الإيمان دي والكفر مسائل الحقيقة في منتهى الخطورة. إحنا آسف معلش هستطرد كده بسرعة كده، يعني إن بعض إخواننا يعني ممكن يقول: هو إحنا كل شوية هنقعد ناخد مسائل الإيمان والكفر، مسائل الإيمان والكفر وتوحيد وعقيدة ونحو ذلك. قال لي أحد الإخوة مرة، أحد إخوانه، قال له: ما كل الدروس عقيدة ومش عارف. طب وإحنا ورانا عندنا إيه تاني إحنا هندرسه غير عقيدتنا وغير ديننا وغير توحيدنا وغير مسائل الاعتقاد دي؟ واحد. نمرة اتنين، انه البعض يقول: ما كل شويه دروس هي قضايا الايمان مثلا، هي قضايا مثلا كذا ونحو ذلك. يعني ربما بعض اخواننا يذكر الحكايه التي ذكرتها قبل ذلك، وهي التي تنطبق على حال كثير منا، نسال الله العفو والعافيه، اللي حكاها احد الدعاء، وهي ان شيخا من المشايخ، انا لا اعرف الحق هو يقصد من هذا الشيخ، لكن يحتمل انه يقصد مثلا الشيخ محمد عبد الوهاب او غيره، الله اعلم. يعني ان شيخا من المشايخ كان يدرس طلبته كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، فاذا انتهى منه رجع اليه مره اخرى واعاده، فاذا انتهى منه رجع اليه واعاده،
فلما كرره مرة أو مرتين أو نحو ذلك قال له بعض الطلبة: يا شيخ، يعني قد درسنا الكتاب مرة ومرتين ونحو ذلك، وأصبحنا خلاص فاهمين الكتاب كويس والحمد لله، اعطينا بقى مادة إيش أخرى من باب التغيير والتنويع ونحو ذلك. فقال الشيخ: ننظر. قال يعني في اليوم التالي دخل عليهم الشيخ وهو يعني على وجهه وجوم وحزن ونحو ذلك، فقالوا: ما بك يا شيخ؟ قال: قد سمعت عن قرية قريبة منا فيها حدث قد حدث، وهو أن الناس أهل القرية منهم من يذبح إذا اشترى بيتا جديدا يذبح للجن، يتقي ضرر الجن بالذبح على باب بيته. فقال الطلبة: لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون، هدانا الله وإياهم. ثم دخل عليهم في اليوم التالي وهو على نفس الحال تقريبا، فقالوا: ما بك يا شيخ؟ قال: سمعت في قرية قريبة أيضا أن رجلا زنى بإحدى محارمه. فقام الطلبة وقالوا: هيا بنا نخرج لهذا الفاسق الفاجر نؤدبه. فقال: لما أشركوا بالله عز وجل قلتم: إنا لله وإنا إليه راجعون، هدانا الله وإياه. ولما ارتكبوا معصية أو كبيرة قمتم إليهم تنكرون، يعني ما قمتوش تروح عليهم تنصحهم وتقولهم التوحيد وتعلمهم التوحيد في الأولانية، في الثانية طالعين تجروا هتضربوهم وتعملوا فيهم وتسووا فيهم. فقال: ألم أقل لكم إنكم في حاجة إلى إعادة كتاب التوحيد؟ فقالوا: نعم يا شيخ، هيا بنا ندرس كتاب التوحيد. فالغرض، أنا استغفر الله، مش قصدي أن أنا يعني ببكت حد ولا حاجة، أنا أقصد أنه فعلا قضايا الإيمان والكفر خصوصا، برغم أن احنا كتير مننا ممكن يقول الحمد لله ده أنا الكتاب الفلاني درسته وحفظه صم، وتجد القضايا دي كل يوم يتكرر فيها الإيش؟ الخطأ، كل يوم يتكرر فيها الخطأ. وإلا داعش وأشكالها استقطبها كله جاي منين؟ ايوه جاي منين؟ مين اللي هو الوقود اللي هي بتاخده داعش؟ ايه الشباب اللي عم ماسك الكتب وبيقول احنا بندرس قضايا الايمان والكفر؟ كتير كتير جدا، وتجده فجأة اختفى. فين فلان؟ تدور عليه تسأل عليه مش موجود والعياذ بالله. وبعدين تسمع بعد فترة ولا حاجة ولا بتاع انه مش عارف راح فين وجه منين ونحو ذلك. ولذلك في الحقيقة هذه القضايا قضايا في منتهى الخطورة، اللي هي دراسة قضايا الإيمان والكفر دراسة جيدة. طبعا في بعضنا الحمد لله ممكن ينظر للقضية على انها ايه، الحمد لله انا لا عمري هلتفت لهؤلاء الضالين ولا هنفلت ولا التفت اليهم، هذه طريقة جيدة جدا، لكنها ليست طريقة ايش الطالب اللي بيدرس، دي طريقة المتعلم على سبيل الايش النجاة. خلاص أنا ماليش دعوة والحمد لله، وأنا الحمد أنا عمري ما أفكر إن أنا أسلك هذه المسالك، لكن ما عندوش أسباب الإيش الوقاية، ما عندوش أسباب الوقاية، بحيث إن لو تلقى عليه الشبهة في أي وقت ممكن يتشربها. وكلنا سمعنا وبنشوف، وأظن اللي بيتعاملوا مع البتاع اللي هو اللي بتاع التواصل الفيسبوك والحاجات دي بيشوفوا أشكال وألوان من هذا القبيل، وتسمع ناس فجأة تجد تحول إلى طريقة تكفيرية جدا في الخطاب والمعاملة والطريقة والأسلوب ونحو ذلك. فالغرض المقصود يعني أنه هذه المسائل في الحقيقة يعني ما ينبغي للإنسان أن يستهين بها وبدراساتها، ولو تكررت وإلا من الآفات التي يقع فيها بعض طلبة العلم، هي آفة الغرائب. آفة الغرائب بمعنى أنتوا هتدرسوا إيه؟ يقولوا له مثلا هندرسوا كتاب التوحيد، لا ما خلاص ما احنا عارفينه. مثلا يقولوا لو قالوا له بقى يجيبوا له اي اسم من الاسماء مثلا اللي هي الغريبه بقى، وممكن الكتاب اللي اسمه غريب يكون الماده بتاعته اضعف من الكتاب مثلا اللي هو اتقال له قبل كده التوحيد او نحو ذلك، لكن المهم اسم الكتاب اسم ايه؟ غريب. خلاص انا راجل بدرس كتب لها اسماء غريبه ونحو ذلك. فدي آفة خطيره جدا يقع فيها البعض، وان هو يعتقد انه مساله التكرار دي مساله هو مش هيستفيد منها. لا والله كلنا بننسى،
كلنا بننسى، والمسائل في الحقيقة تكرارها هذا هو الذي يثبتها. ولذلك العلماء يقولون أدم على العلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة. وإحنا كلنا مش بنذاكر، كلنا مش بنذاكر، كلنا معتمدين على إيه؟ قال نحضر الدرس وخلاص وبروح. قليل منا اللي بيعمل إيه بعد ما يروح الدرس؟ يعمل إيه؟ يمسك الدرس هو يعمل عملية إيش؟ مذاكرة، ويراجعوا تاني في خلال الأسبوع مرة تانية أو مرة تالتة. قليل جدا في الحقيقة اللي ممكن يعمل كده، وهي دي المذاكرة. ولذلك أكثرنا معتمد في تحصيله على ماذا؟ أن أنا حضرت الجلسة خلاص، ما براجعش تاني لا في خلال الأسبوع ولا في خلال الشهر. علشان كده ممكن نيجي نسأل مسألة بعد شهر تكون يعني طرحت ببحث موسع، تيجي بعد شهر نلاقي كتير مننا نسيها، إن لم يكن أكثرنا نسيها. ليه؟ لأن إحنا ما بنقيش، ما بنذاكرش خلاص. فإذا كنا مش بنذاكر يبقى ما فيش مانع إن إحنا نعمل إيه؟ نكرر. التكرار يعلم الإيش؟ الشطار يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم. قال ونوع الظلم هنا ظلم شرك. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وعبر الله بقوله من الظالمين ولم يقل من المشركين، لأجل أن يبين أن الشرك ظلم، لأن كون الداعي لغير الله مشركا أمر بين، لكن كونه ظالما قد لا يكون بينا من الآية. يعني الشيخ بيقول لماذا التعبير جه في الآية من الظالمين، ما تقلش من المشركين؟ نعم. طيب هنا مناسبة الآية لهذه الباب، مناسبة الآية لهذه لها آسف لهذا الباب، مناسبة الآية لهذا الباب هي النهي عن دعاء غير الله لطلب النفع أو دفع الضر. مهم جدا يا إخواننا الملاحظات دي، إن مناسبة الآية للباب هي دي خلاصة الباب. يعني ما هي خلاصة الآية للباب؟ ماذا؟ ما هو الشاهد من الآية للباب؟ قال النهي عن دعاء، والشيخ لم يذكرها لكن أنا نقلتها من كتاب آخر، يعني النهي عن دعاء غير الله لطلب النفع أو دفع الضر فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا كان شركا. هذا معنى كلام الشيخ سليمان آل الشيخ في كتاب تيسير العزيز الحميد. قال الآية الثانية، الآية الثانية قال قول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فهذه الآية من سورة يونس جاءت بعد الآية السابقة، وهو جعلهما دليلين. وهذا من حسن يعني ترتيب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، جعلهما دليلين لأن كل منهما فيها ما يشهد للباب باعتبار، ما يشهد للباب باعتبار يعني مختلف عن الآخر. قال قوله فلا كاشف له إلا هو، قال لا نافية للجنس، يعني فلا كاشف، واسمها كاشف وخبرها له، وإلا هو بدل، يعني بدل لفظ الجلالة يعني. وإن قلنا بجواز كون خبرها معرفة صار هو الخبر، أي ما أحد يكشفه أبدا إذا مسك الله بضر إلا الله. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا يعني نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تفسيره. نعم. قوله وإن يردك بخير، قال هنا قال يردك. طب قبل ما نقرأ كده مع بعض، لماذا قال وإن يمسسك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ولم يقل بعدها وإن يمسسك بخير؟ ها صحيح، أنت جبت مجمل الكلام. يعني بالفعل أن هذا التعبير
أفضل وأعظم في حق الله تعالى، مع أن الأشياء كلها بتقدير الله وخلق الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا معنى كلام الشيخ هياتي إن شاء الله. قال هنا: قال يريدك، وفي الضر قال يمسسك. فهل هذا من باب تنويع العبارة أو هناك فرق معنوي؟ يعني هل هذا من باب الترادف فقط في العبارة ولا لا ده معنى مقصود؟ نعم، قال الجواب: هناك فرق معنوي، معنى مقصود. قال: وهو أن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله بل تنسب إلى فعله. عشان كده الصحابة تأدبوا حتى في كلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. تجد الواحد منهم لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت قصرا، دخلت الجنة ورأيت قصرا وكذا، وبيحكي لعمر: ورأيت بفنائه جارية. فقال عمر: ماذا؟ أو عليك أغار؟ ما قالوش بقى أو منك، من باب التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في العبارة. نعم، قال: ولذلك ده نوع من تعليم المؤمنين كيف إذا ذكروا الخير والشر أن يعبروا، أن يعبروا. نعم، قال الجواب: هناك فرق معنوي، هو أن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله، لا تنسب إلى إرادة الله. الله، طب يعني طب ما ربنا هو اللي خلقها، يبقى تنسب إلى خلق الله. نعم، لكن لا يعبر ويقال الله يريد ونذكر إيش شرا، ونذكر شرا، مع أن الله عز وجل هو خالق كل شيء بإرادته، لكن عند التعبير يعبر بألفاظ أخرى كما سيأتي. قال: بل تنسب إلى فعله أي مفعوله، فالمس من فعل الله والضر من مفعولاته، فالله لا يريد الضر لذاته. عشان كده قال: وإن يردك الله بخير، ما قالش بقى وإن يردك الله بضر، مش كده، وما قالش وإن يمسسك الله بخير. ها، على الغالب احنا بنقول ان التعبير ذاته من حيث المعنى الشرعي يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لكن هذا من باب ماذا؟ الارتقاء بالمؤمنين في التعبير بايش؟ بألفاظهم. فهنا في إشارة، مش اللفظ معناه ان هو حرام او لا يجوز، انما هذا من باب ماذا؟ تعليم المؤمنين. يعني زي ما هيجي معنا ان شاء الله برضو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: انه لا يستغاث به. الله، طب مش لسه احنا في اول الكلام قلنا انه يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه؟ انه لا يستغاث به، هل هذا على النهي مطلقا ولا ها؟ يعني ما الصحابة يعني ننأى بهم عن ان هم هيستغيثوا استغاثة شرقية، انما هذا من باب ماذا؟ التعليم، باب التأديب. زي ما قال الخطيب الذي قال: ما شاء الله وشئت. هي دي من حيث التعبير اللغوي، تجوز ولا لا تجوز؟ تجوز، ما شاء الله وشئت. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني لله ندا. أبدا، هي الآية من حيث، آسف التعبير، من حيث الحقيقة يجوز التعبير به، وليس فيه مقصد الندية إلا إذا قصد بنية، لكن اللفظ يجوز. وعليه العلماء يقولون هذا من باب ماذا؟ من باب التأديب وسد الذريعة وهكذا. قال فالله لا يريد الضر لذاته بل يريده لغيره، لما يترتب عليه من الخير ولما وراء ذلك من الحكم البالغة. وفي الحديث القدسي: إن من عبادي من لو أغنيته أفسده الغنى. أما الخير فهو مراد الله لذاته ومفعول له، يعني من أفعاله سبحانه وتعالى. قال: ويقرب من هذا ما في سورة الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لاحظ أهو نفس المعنى، أريد. فلما ذكر الشر ما جاء بتعبير أشر أراد الله بهم، إنما أريد بهم. والله عز وجل هو الذي يخلق كل شيء، لكن هذا من باب تنبيه المؤمنين على أنهم لا يتكلمون إذا نسبوا الشر
لله عز وجل إلا بالألفاظ التي فيها ما يشير إلى أن هذا ليس مرادا لذاته إنما مراد لغيره. نعم. قال فإذا أصيب الإنسان بمرض فالله لم يرد به الضرر لذاته، بل أراد المرض وهو يضره لكن لم يرد ضرره، بل أراد خيرا من وراء ذلك، وقد تكون الحكمة ظاهرة في نفس المصاب وقد تكون ظاهرة في غيره، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إنه هنا في غرض آخر من ذلك. قال فالمهم أنه ليس لنا أن نتحجر حكمة الله لأنها أوسع من عقولنا، لكننا نعلم علم اليقين أن الله لا يريد الضرر لأنه ضرر، فالضرر عند الله ليس مرادا لذاته، يعني الله لا يريد الشر لأجل الشر حاشا سبحانه، إنما جعل الشر وخلق الشر لأجل خير من ورائه. فمثلا خلق الله إبليس وهو أشر الشر، خلقه ففي خلق الله له وفعل الله لهذا الخلق خير ولا شر؟ خير، فعل الله كله خير، أفعال الله كلها خير، فالله عز وجل فعل خيرا بخلق إبليس وإن كان إبليس هو نفسه إيش؟ شر، لأن هذا كذلك يراد منه خير آخر. فين الناس هيجهدوا إزاي والناس هيتعبدوا إزاي ونحو ذلك. خلق النار وهي شر، وجعل النار وهي شر، لكن فعل الله لهذا خير، لأنه يعذب بها من عصاه، لأنه ينتقم بها ممن آذوا أحبابه وأولياءه وكذا وغير ذلك من وجوه الخير. قال قوله فلا راد لفضله، قال أي لا يستطيع أحد أن يرد فضل الله أبدا ولو اجتمعت الأمة على ذلك. وفي الحديث اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ما أحد يقدر على ضر أو نفع إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وعليه فنعتمد على الله في جلب المنافع ودفع المضار وبقاء ما أنعم علينا به، ونعلم أن الأمة مهما بلغت من المكر والكيد والحيل لتمنع فضل الله فإنها لا تستطيع. الحقيقة إنه لا يغفلنا الدراسة المنهجية، أو لا تغفلنا الدراسة المنهجية عن الفائدة الإيش؟ الإيمانية. إن إحنا ممكن نعد المسألة عدا، يعني نقعد نقول نعم الناس اللي عندهم شركيات يدعون غير الله عز وجل ويسألون غير الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يملك الضر والنفع، وأنا الذي قلت ذلك، من الممكن أن يكون حالي في التطبيق مخالف تماما لهذا الحال، فتراني والعياذ بالله قلبي يتعلق بالخلق فيما لا يقدرون عليه، أليس كذلك؟ تراني قلبي يتعلق بالخلق في الأرزاق في الضر في النفع ونحو ذلك. أنا بس يعني المثال بس هو اللي حضر في ذهني يعني، ومحدش يعني يعتب لأن هو أحدهم حاضر يعني، بس هو المثال اللي حضر في ذهني. أحد الإخوة قال لي أنا مكتئب جدا وقعدت في البيت أسبوع كامل مكتئب جدا، لماذا؟ لأن الدنيا كلها قفلت عليا والدنيا كلها تلخبطت والدنيا باظت من حواليا. طيب بالله عليك ده تطبيق ولا مخالفة؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. طيب فين التطبيق بقى؟ التطبيق رحنا عملنا إيه؟ رحنا قعدنا في البيت وجالنا إيش؟ اكتئاب، وحبسنا نفسنا وعدنا اكتئابنا والعيال الفلوس والدنيا وراحت وراحت والدنيا وخربانة فين بقى التطبيق؟ فلا كاشف له إلا هو. عشان كده أنا بقول يا أخوانا إن من الخطر الشديد جدا حفظ المسائل مجرد إيش؟ مسائل، من حيث التطبيق بقى دي المصيبة الأكبر. التوحيد إحنا أصلا والتعليم والكتب اللي إحنا عمالين ندرسها دي كلها بندرسها عشان إيه؟
عشان نعرف الناس ان احنا عارفين المسائل وانا حافظ ومش عارف ايه ونحو ذلك، ولا عشان ننجو بيها في الايش في الاخره؟ انا ممكن ده في الاخر يطلع عليا فين في الاخره؟ حجه. تعالى هنا كنت قاعد وعمل لي بنفسك بتحضر دروس التوحيد، وانت اول ما يصيبك مصيبه قلبك يتعلق بمن؟ يتعلق بالمخلوقين، وتركن على المخلوقين، ويبقى كل همك المخلوقين، وتنسى الخالق سبحانه وتعالى. هذه امتحان بسيط جدا في معنى من المعاني. نعم. قال قوله يصيب به من يشاء، قال الضمير إما أن يعود إلى الفضل لأنه أقرب، أو إلى الخير لأنه الذي يتحدث عنه ولا يختلف المعنى بذلك. قوله يعني الضمير إما أن يعود إلى الفضل فلا راد لفضله، وإما لأنه أقرب يعني، أو إلى الخير، وكلاهما خير يعني الحمد لله. قوله من يشاء، قال كل فعل مقيد بالمشيئة فإنه مقيد بالحكمة، كل فعل مقيد بالمشيئة فإنه مقيد بالحكمة. نعم. قال لأن مشيئة الله ليست مجردة، ربنا سبحانه وتعالى ما بيفعلش الأشياء مجرد إيش؟ فعل، والعياذ بالله، حاشا، وإلا هذا فعل من؟ العابثين، فعل العابثين، بيعملوا حاجات مش عارفين بيعملوها ليه. أما الله سبحانه وتعالى ما يخلق شيئا إلا لحكمة. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، بالفعل هو ذا الموضع، بالحق، والحق المقصود هنا إيه؟ ليس عبثا، ليس إنما لحكمة، وهذا موجود في القرآن كثير يعني. قال كل فعل مقيد بالمشيئة فإنه مقيد بالحكمة، لأن مشيئة الله ليست مجردة، يفعل ما يشاء لمجرد أنه يفعله فقط، لأن من صفات الله الحكمة ومن أسمائه الحكيم. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان حليما عليما حكيما. قوله من عباده، العبودية هنا عامة، لأن قوله بخير يشمل خير الدنيا والآخرة، وخير الدنيا يصيب الكفار. العبودية هنا عامة يعني ماذا؟ الآية الله عز وجل يقول فيها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، من عباده، فمن عباده دي مقصود بها كل الإيش؟ كل الخلق، لأن الكافر ممكن يصاب بالإيش؟ بالخير أيضا، فتنة. قال قوله وهو الغفور الرحيم، قال أي ذو المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذ من المغفر وهو ما يتقى به السهام، والمغفر فيه ستر ووقاية، أو ستر ووقاية، المغفر هو اللي بيلبس على الرأس والوجه. نعم. قال والرحيم أي ذو الرحمة، وهي صفة تليق بالله عز وجل، تقتدي الإحسان والإنعام، الشاهد قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. طيب قبل ما نتكلم عن الشاهد، الله عز وجل ختم الآيات بقوله وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الرحيم، ودي مسألة مهمة جدا، وهي التعبد بالأسماء والصفات. يعني تجد كل موضع لاسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله مقصود مراد. علشان كده الراجل الأعرابي لما سمع، وهو مش حافظ قرآن ولا حاجة، لما سمع الراجل بيقرأ الآية السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله وكان الله غفورا رحيما، فأنكرها، قال لو غفر ما قطع، وهو مش حافظ ولا حاجة، بس الفهم هو الذي جعله ينكرها، إن أسماء الله ما تجيش كده. ولذلك مثلا هنا اسم الله الغفور الرحيم في آخر الآيات هو من باب ماذا؟ أنه وإن ارتكب العبد الشرك ثم تاب منه فإن الله سبحانه وتعالى يغفر، لأنه رحيم سبحانه وتعالى. يعني مش زينا احنا كمخلوقين، يعني ممكن واحد يتوب ويجي يقول لي أنا تبت، أقول له برضو لا، خلاص مش هقبلك، لكن الله عز وجل لا يرد تائب، لأنه رحيم سبحانه وتعالى. قال الشاهد قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، قال ده الشاهد يعني، فقد نبه الله نبيه أن من يدعو أحدا من دون الله
أي من سواه لا ينفعه ولا يضره. يعني إذن شاهد الباب أو مناسبة الآية للباب ماذا؟ مناسبة الآية هذه للباب ماذا؟ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله. الآية بقى الشاهد، يعني أنا أقصد المعنى مناسبة الآية للباب. أيوة، أن الآية فيها النهي عن صرف عبادة لغير الله تعالى، والآية فيها عبادة الدعاء فقط. أيوة، ظن واعتقاد المنفعة والضر في غير الله سبحانه وتعالى، هذا من الشرك، لأن هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. قال الآية الثالثة، ويعني أنا هقف على الآية الثالثة، وهنجعل يعني بقية هذا الباب إلى المرة القادمة من باب يعني الرفق بالإخوة، خصوصا مع يعني الأوقات اللي احنا فيها دلوقتي، عشان ما نطولش عليكم وقت الدرس. فهنقف على الآية الثالثة والدليل يعني الثالث من أدلة الباب إن شاء الله تعالى، ويعني يكون إن شاء الله شرحها في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.